الوالد أنشأه فكري كاشف سنة 2006، بدأنا كبيت التراث الموجي، ودي كانت أهم فكرة في بناء المكان، إن هو بيمثل شيء من التراث الموجي، شكل البناء، طريقة المباني، الأتموسفير نفسه بحاول أوفره مثلاً، يعني أنا كنت بس هو جست هاوس في الأول وفي الآخر، فندق صغير يعني 5 غرف مش حاجة ضخمة. بس في نفس الوقت بحاول اخلي الجست نفسه يدخل في اتموسفير مودي، يعني يكون عايش شكل مودي، بوريله المعمار المودي، بوريله احيانا الاكلات المودية، بوريله الحياة المودية عموما بشكل عام. السياحة اخبارها ايه معاكوا الايام دي؟ للاسف يعني مسألة طبعا أزمة يعني، بس الحمد لله يعني في الأول وفي الآخر الحمد لله بيجي شوية، بس مش بالأعداد طبعا المتوقعة ومش بالأعداد اللي كانت زمان. المصري ممكن يوصل لغاية أسوان مثلا ويستوب مثلا، لكن ما يوصلش لأوسامبل. بكل تلقائية وببساطة احنا يعني بنحب نحتفل، فدي حاجة بتاعتنا، دي حاجة مش هقول ملكنا، هي ملك البشرية كلها، بس احنا اللي يعني كنوبيين، هتكلم كنوبيين، احنا اللي حافظنا على الحاجات دي. المنطقة دي كانت في مملكة النوبة، واحنا اللي حافظنا على الحاجات دي الى وقتنا هذا. ربنا يسهل، الله اعلم، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في الوقت اللي جاي، بس على وعسى الاوضاع السياسية تستقر شوية، الأوضاع الاقتصادية، المسألة دي طبعا بتأثر.